يعني ما فيه لا سياسة لا بزاف المنتخب الوطني القرعه ربما حكمت علينا بالفشل منذ البدايه. انا ما كنت تازع خامس اللي هداوك وليت كذلك الزوابيع والنقاشات كثيره او مسؤول سياسي كيحضر بهذا القانون ماشي كيحضر بهذا القانون. انا راه رئيس الجهه، راه هذاك منتخب وطني، راه خصني نمشي عنده ونزوره ونشوف كيفاش واكلين ومسؤولين شعوب. واش غندير كرئيس الجهه؟ الياس الا ما مشيتش مصيبه، الا ما مشيتش مصيبه، كيف هكذا مشيت مصيبه، الا ما سولتش عليهم مصيبه، سولت عليهم مصيبه، ودايما ما تقولش راه غادي نجم، غادي يربحوا.